أنا شفيق الزمان خطاط الحرم من النبي شريف منذ 30 عاما. لي 40 سنة في المملكة، كنت أول في الرياض، بعدين جيت في المدينة واشتغلت هنا محل نيون، بعدين انصار مسابقة للحرم، يعني يبغى كتابات للحرم، ودخلت في المسابقة أنا، بعدين لجنة يعني فوزني، قال هذا ما شاء الله، هم حسبوا هذا أنا عرب، لكن قال ما أعرف هذا أصله من باكستان يعني، فكيف هم استغربوا كيف تكتب عربي؟ قلت من صغر يعني أنا أم حاوي الخطوط العربية، الكباب هذا ياخذ مني شهرين تقريبا واحد قبة تزميم وتنفيذ، وهذا ثلاثة لوحات هي يعني معلقة مكسورة شريفة روز المبارك، يعني سنة ونص أخذ يعني ثلاثة لوحات، كل لوحة أخذ ستة شهر مني، ومعمولة بالذهب 24 أيار، هذا يعني فخر لي كتبت بيدي يعني.